سؤال جميل. تقول لك إذا إحنا فينا شيء من الذكورة، لماذا يعتبر الرجل لغز بالنسبة لنا؟ خليني أقول لك، إذا إحنا تصالحنا مع جزء الذكورة اللي بداخلنا، في الغالب ما يكون الرجل لغز كبير، في الغالب إذا إحنا تصالحنا مع جزء الذكورة اللي بداخلنا. لكن كثير من النساء ما يتصالحون مع هذا الجزء، ما تتصالح أو تطول لما تتصالح، تأخذ وقتها لما تتصالح. وعلى برضو أيضا على الرجال، لو تشوفونهم أغلب الرجال لا يتصالحون مع الأنوثة اللي بداخلهم، يقاومونها، يقاتلون الأنوثة اللي بداخلهم. لكن في الوقت اللي يتصالحون فيه مع الأنوثة اللي بداخلهم، ما تكون المرأة بالنسبة لهم لغز، ويفهمون المرأة ويستوعبونها. ممكن تعطين كلمة للرجال والنساء يتهاوشون في البث؟ ما دريت في أحد يتهاوش في البث يا جماعة؟ خليني أشوف، في أحد قاعد يتهاوش في البث؟ ما انتبهت، ما انتبهت والله، ما شفت، سبحان الله ما شفت ولا هوشة، فاتتني صراحة. إذا كان في هوشة مهمة يعني فاتتني. كيف أعرف أني بعلاقة احتياطية بحياة الرجل؟ شوفي هو كيف يقضي يومه، بس بكل بساطة كيف هو يقضي يومه، وين يقضي يومه، كيف يقضي يومه. هو في النهاية راح يقضي مع المرأة الأساسية، مع المرأة الأساسية، هي يقضي يومه مع المرأة الأساسية. هل الرجل يتزوج الزوجة الثانية وتكون الأولى احتياطية؟ مو شرط، ممكن الثانية احتياطية، ما نعرف، الواقع هو اللي راح يجيب على هذا السؤال. مو شرط، يعني لا يعني الرقم انه الاولى نست، يعني مو شرط، مرات تكون الاولى يعني هو دخل في طاقتها وبرمجتها، ويعني مرت عليه كثير من القصص في الاستشارات لزيجات استمرت الزوجة الاولى هي الاساسية، والثانية والثالثة والرابعة كلهم احتياطي. وأعتقد قد يكون هذا الغالب، قد يكون هذا الغالب، متظل التجربة الأولى ما دامت قائمة قد تكون هي أساسية أكثر من الثانية والثالثة والرابعة. ذلك على المرأة أن تفكر جيدا في قرار مثل هذا القرار، تكون متأكدة منها من صحة القرار. تقول هذا رجل تزوج برضا أمه غير اللي كان يحبها، ورجع يلوم فيها ويرسل لها رسالة أنها كانت بتخونه وهي ما كانت تخونه. أماني بحاول أفهم سؤالك، يعني أنت تقولين هذا رجل كان عنده واحدة يحبها وواحدة اختيار الأم، فهو تزوج اختيار الأم واللي حبها قال أنت خنتيني وهي ما كانت خونة، فهو يعني هو كان في موقف محرج، يعني قدامه المرأة اللي تبغاها أم اختيار الأم، وقدامه اختيار الحب، فهو يعني كذا قعد بينه وبين نفسه وقال لا أنا أختار اللي تختار أمي وأضحي بحبي. وعشان يعني يتفاهم مع هذه المرأة قال لها أنه يعني أنت خنتيني وكذا، يعني وضع سبب. يعني مو سهل على الرجل انه يقول والله هذا اختيار امي، يعني كنتي تتوقعين مثلا يقول والله شوفي عزيزتي التي احبها، انا رجل ضعيف جدا ولا استطيع ان اتخذ قرار مخالف لقرار امي، سامحيني واعذريني على الحياة السابقة والعواطف الماضية، وأوعدك أنك تبقين دائماً حبيبتي الأولى والأخيرة في قلبي مع حبي. يتوقعين يقول لك هذا الكلام؟ لا طبعاً. لا طبعاً، هو مش أنثى، هو ذكر يعني. فبالتالي شو يقول؟ راح يحط زي ما قلنا أسلوب السيطرة، اللعبة بقواعدي، أنت متهمة وأنت الغلطانة وأنا الصح وأنا الشخص المضبوط وأنا
اخترت هذه السيدة، أنا اخترت هذه السيدة وأنت خائنة، وبس يطلع من الموضوع، يطلع من الموضوع قدامك، يطلع من الموضوع قدام عائلتك، أو يطلع من الموضوع قدام نفسه. هل هو واضح وحقيقي مع نفسه؟ هل هو يعني صدق الكذبة اللي كذبها؟ ممكن ممكن مثلا يعني يقول ها يمكنها تخوني، فيعني تكرار الموضوع على نفسه وكذا، يبدأ يخادع نفسه يخادع نفسه يخادع نفسه يخادع نفسه. ترى الشخص لما يخادع نفسه كثير ينخدع، يعني يكذب الكذب عشان يصدقها، يكررها يكررها يكررها، بعدين يقول هذه المرأة اللي اختارتها أمي جيدة فعلا، أنا أبغاها أنا أبغاها. فخلص هو يصير يعني أقنع نفسه بالفكرة. بس لما يجي يعني ويقول يشرح لك الموضوع بالطريقة الحقيقية بعيدة، يعني بعيدة. هل الحب عند الرجل احتياطي؟ الحب مش أساسي عند الرجل، ما ودي أقول إنه احتياطي، يعني لا يمكن نقارن أهمية الحب. وأنا أتكلم عن الجسد المشاعري، أنا أتكلم عن الجسد المشاعري، لأن الحب مراحل ومستويات. لكن حين أتكلم عن الجسد المشاعري أقدر أقول وبكل ثقة أن الحب شيء غير مهم عند الرجل، غير مهم إطلاقاً عند الرجل موضوع الحب، وهو موضوع مهم عند المرأة، لأنها تعرف أنه المرأة تعرف بطبيعتها بفطرتها بأنوثتها تعرف أنه الجسد المشاعري مهم، وتعرف أنه المشاعر تعني، وتعرف أنه المشاعر بنزين وخزان لكثير من الأشياء في الحياة، تعرف انه الحب يوكلها ويشربها ويعيشها ويخليها مرتاحة ويوديها للدوام ويرجع، اقصد هذا الشعور، هذا شعور يعيشها. لكن الرجل عنده ازمة في الجسد المشاعري، فبالتالي فهمه للحب واستيعابه للحب وتصوراته عن الحب جدا ضعيفة مقارنة بالمرأة. المرأة كثير متقدمة مشاعريا كثير، مراحل بمراحل، يعني بسنين ضوئية متقدمة المرأة مشاعريا عن الرجل. لذلك ما ودي أسميها أن الحب احتياطي عند الرجل، لكن أسمح لك إذا تبغين تسميها. لكن اللي أنا أشوفها أنسب أني أقول الحب ليست مشاعر أساسية عند الرجل. ليس يعني واحد يقول باعني مع أني كنت أحب، كان بيننا حب، يعني انت وين 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 قاعده؟ يعني انت ما فهمتي الرجل، ما فهمتي الرجل انت. يعني اذا تعتقدين انه هذا الحب هو اللي بيخليكم تتزوجون، بيخلي الرجل يحارب عشانك وبيخلي كذا، ترى يعني انت يعني مره يعني عايشه في بلوره انثى. شويه فتحي البلوره، افهمي الذكوره، افهمي الواقع، حطي رجليك على ارض الواقع. يعني ما هو كذا، الحياة ما تمشي بهذه الطريقة. فبالتالي الرجل يفهم الحب بطريقة مختلفة، بطريقة لها معنى. يعني مثلا خلينا نقول واحدة كويسة جيدة، خلينا نقول جيدة، واحدة يحبها الرجل، الجيدة معها فلوس واللي يحبها ما معها فلوس. الآن هذول كلهم متاحات عند الرجل، مين بيتزوج؟ واحدة جيدة ومعها فلوس، واحدة يحبها بس ما معها فلوس وجيدة، خلنا نقول مين يتزوج؟ يتزوجك معها فلوس. هي كذا تنحسب، هذا هي كذا مخرج. بس طبعا خلنا نقول لكم قبلها المتواجدة أكثر هو بعد يتزوجها، اللي فارضة نفسها أكثر بعد هو اللي يتزوجها. لكن إذا هو كذا خيار من بعيد، لا، هذه الخيارات بهذه الطريقة. ما المفروض انه تاتي امراه تعول على انه لا يحبني، لا بطلع من البيت، يعني هذه زوجة تقول لك بطلع من البيت وبخليه للعيال وبسوي، اصلا هو يحبني ما يقدر يستغني عني، لا يستغني عنك، الله اكبر يا خزان الحب الوحيد في الحياه، يستغني عنك. يستغني عنك ايه عادي، باي باي، حتى لو كان يحبك يستغني عنك. أو تجيك واحدة تقول أوه إحنا علاقتنا جدا جيدة، لا 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 بيجي يخطبني، أصلا هو يحبني، يعني باين يحبني بيخطبني، لا مش بالضرورة يخطبك، لا
لا عشان بيخطبني عشان هو يحبني. لا، الحب ليس مبرر للخطبة. الحب ليس مبرر للزواج، ليس مبرر، ليس مبرر. تدرون، تدرون ما أقول لكم معلومة توجع، بس تدرون إنه ممكن الرجل يتزوج فزعة، 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 افهموها أنتم، يتزوج فزعة أسهل مليون مرة من أن يتزوج لأجل الحب. سوري، الحقيقة، الحقيقة، خلونا خلاص نفهم الحقيقة ونعدي ونتعامل مع الواقع، ما نصير عايشين في بلوراتنا الوردية وما ندري إيش الواقع عليه. إيش المبرر طيب؟ يعني أنا أشرح لك هو كيف يفكر الرجل. هو الرجل عنده جسد مشاعري ضعيف، ما يقدر يفهم المشاعر بالحس وبالطريقة وبالقيمة اللي أنت تقيمينها، ما يقدر، ما يقدر، ما يقدر يعطي تقييم للمشاعر كما أنت تقيمينها، ما يقدر، ما يقدر. يعني إحنا كذا حتى تستمر الحياة، حتى تستمر هذه التركيبة الكونية عشان تستمر هذه الأرض، إنه في أحد عنده هذه القوة الشعورية اللي يقدر يستحس فيها لأدق المشاعر ويعيش من خلالها، وفي شخص ما يحسها أو بعيد عنها. وعلى فكرة أبغى أقول لك اليوم، اسألي الرجل الذي تحبينه ماذا يعني الحب؟ واستمتعي بالإجابة. اسألي الرجل اللي تحبينه ماذا يعني لك الحب؟ ماذا يعني؟ طبعاً خليني بقول لك يعني عشان أعد لك، أفرش لك، أفرش لك وأعد لك الموضوع، إنه 80% من الرجال بيقول لك سؤال صعب، ما أعرف، خليني أفكر، حب يعني حب، ما مشاعر يعني، يعني ما تطلعين، ما تطلعين شيء أعمق من 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 الشيء اللي سطحي. ولا يلام الرجل، ولا يلام، هذه أدواته، زي ما إحنا لما نجي المرأة في خانة ثانية نلقاها أدواتها ضعيفة، فبالتالي هذه الأدوات المتوفرة للرجل، وهذه طريقة تفكير الرجل. أنت عندك الخيار إنك تفهمين، تستوعبين، تفهمين كيف الرجل يفكر، أسرار الرجل، أو إنك تستمرين تعيشين في بلورة تخدعين وتخادعين نفسك وتعيشين فيها لحالك. لحالك، ترى الرجال مو معك، أنت مفترضة هالفرضية وقاعدة لحالك، أنت قاعدة في بلورة وردية وقاعدة تفترضين فرضيات عن العلاقة وعن كيف ويحبني وما يحبني والحب هذا هو المسيطر. لا، أنت ترى لحالك، أنت وحيدة جوا البلورة. قد يكون رجل جيد على فكرة وممتاز جدا ورائع، قد يكون عنده نية بعد انه يجي يخطبك، بس انت في البلورة، لازم شوية تحطين رجليك على ارض الواقع، تفهمين انه الرجل هو تغلب عليه الذكورة، لذلك يفكر بطريقة مختلفة عنك ويشعر بطريقة مختلفة عنك ويتخذ قراراته بطريقة مختلفة عنك. ولا يلام، ولا يلام، لانه انت برضو تتخذين قراراتك بطريقة مختلفة ولا تلامين على طريقة. لكن احنا عندنا خيار ان احنا نعي ونتطور ونفهم ونستوعب عشان ما نصير يعني في اخر الركب. كيف الرجل يرفع مستوى شعوره؟ من اصعب الاشياء على الرجل وعلى طاقة الذكورة انه هو يفهم المشاعر، انه هو ينقلها من حالة اللاوعي الى حالة الوعي، أو يطورها إلى حالة الإدراك. ممكن إنه إن الرجل يبدأ يسمع عن المشاعر، يسمع تفسيراتها، أشخاص يتحدثون عن مشاعرهم. على فكرة لما امرأة تكون شاطرة في المشاعر، أقصد شاطرة في إنها تفهم موضوع المشاعر وتفهم مشاعرها، طبعاً هذه عندها أنوثة جيدة، فلما تتحدث عن المشاعر ممكن تتحدث يعني 10 ساعات، أنا حسيت وحسيت وبعدين حسيت وحسيت وحسيت. شفتوا المرأة اللي عندها حسيس كثيرة، هذه أنوثتها واجد مرة. فلما تتحدث هذه المرأة
لساعات طويلة. الرجل ترى يقعد يشوفها يقول شذي قاعد إيش كان تخربق علي. بس هي طبعا قاعدة تقول معلومات يعني كثير كثير على الرجل، المعلومات كثير على 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 مستوى طاقته فيما يتعلق بالمشاعر. لذلك أنا أقول للرجل اسمع اسمع السيدات اللي يتحدثون عن مشاعرهن، اسمع 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 اسمع. لما تسمع كل هذه الأشياء راح تشكل عندك حصيلة. وبعدين ابحث عن شخص تتحدث معه عن شعورك، واسأل نفسك في كل لحظة في كل يوم في كل موقف يكون في لخبطة، اسأل نفسك بماذا أشعر، ما هو شعوري، ما هو شعوري الآن، إيش اسم هذا الشعور، إيش اسم هذا الشعور، ما درجة هذا الشعور من 1 إلى 10، بماذا أشعر، سمي هذا الشعور، ما درجة هذا الشعور، كيف أزيد أو أتحرر، أخلص أتحرر تماما أنقص من هذا الشعور. على فكرة النقاط الأربع اللي قلتهم خطيرة جدا ومهمة جدا للرجال والنساء، لكن خصوصا للرجال. أنك في اللحظة اللي تحس أوه في شيء مو طبيعي، في خربطة، سواء كانت الخربطة بسيطة ولا كبيرة، سواء كان يعني موقف، سواء كان عندك موقف تلخبط بسيط أو سواء كان أنت في حالة حرب، اسأل نفسك بماذا أشعر؟ السؤال الأول بماذا أشعر؟ السؤال الثاني ما اسم هذا الشعور؟ السؤال الثالث كم درجة هذا الشعور؟ السؤال الرابع كيف أزيد هذا الشعور أو كيف أقلل أو أتحرر من هذا الشعور؟ بالتالي لو كل يوم سألت نفسي هذا السؤال لو مرة أو عدد من المرات خلال فترة بسيطة راح يكون عندي تطور كبير على مستوى الجسد المشاعري.